والمية تروي العطشان وتطفي نار الجربان. وعدي. أهلا، صباح الفل يا علولتي يا كلوتي يا علتي. اهو صباح وخلاص، روح هات لي ازازه ميه اغسل بيها وشي، ولا اروح اغسله في الشغل زي كل يوم؟ لا يا لولو، ادخل الحمام واستحمى وبلبط وزروط الدنيا كده، الميه رجعت خلاص. رجعت خلاص؟ ايوه، وانا كمان عملت العزومه اللي انا مأجلها بقالي اسبوع بتاعت مامتك وبابايا. رجعت خلاص ازاي دي؟ ده احنا جبنا سباك واتنين وعشرة وبرضه مفيش فايدة. ايوه يا علي، ما انا هشرح لك. عارف استاذ مدحت الساكن الجديد اللي معانا في العماره؟ ايوه، الراجل ده بقى جاب سباك معرفته وفضل واقف معاه طول الليل لحد ما اتاكد ان هو صلح كل حاجه والميه رجعت خلاص. وتخيل يا علي، غير كل المواسير بتاعه العماره على حسابه، ولما جينا نحاسبه رفض ان هو ياخد اي مليم من اي حد من السكان. تخيل. عارفه يا انجي، هو سماهم على وجوههم. ايوه طبعا. سماه، انا اول ما شفت الراجل ده قلت عليه راجل محترم ووشه سمح. انت عارفه ان انا عندي سنسور؟ ايه سنسور؟ حساس. ايوه حساس، عارفه. بيلقط الحلو من الوحش. طب بقول لك ايه يا علي، السنسور بتاعك لما شافني يا ترى لقط ايه؟ لقط الاف ام. روح يا علي، روح استحمى يا علي، ريحتك طلعت. لقط الاف ام. كربان. ميرسي ميرسي قوي. واهرب من قلبي اروح على فين؟ ليالينا الحلوه بكل مكان، مالناها حب احنا الاتنين. وانا اهرب منك فين فين فين؟ بص يا حبيبي. ايه ده؟ دول بقى الاستاذ مدحت جارنا جايب لنا دول هديه علشان نحضر سوان ليك، بحيره البجع في الاوبرا. في الاوبرا؟ بحيره البجع. هو بس أصل... انا اصلي احب اكون في اول صف، يعني في وش البجع على طول. على طول يا حبيبي، هو اصله كان عايز يجيب لنا هديه ويجي يزورنا، بس وقته ما سمحش، فقال خدي دول هديه مني. ممكن تسمح لي بالرقصه دي معاكي؟ امال مع مين يعني؟ يلا حبيبي. اهرب من قلبي اروح على بيت. غني لي غني لي غني لي يا وحيد، غني لي يا عايزة حاجة رومانسية. اي رومانسية؟ تفضل قاعد. انت لوحدك، يجي الشيطان يسيسك يتكلم معاك. العب يالك العب يالك العب يالك. تجنن تجنن يا سمورة حبيبي، وريني الرقصة دي اهو. استنى، ما اعرفش. لا قولها كده والنبي، لا والنبي العب يالا. أربعين إزازة زيت، الله أكبر، يا عيني يا عيني. 60 كيس مكرونة، الله أكبر الله أكبر. 88 كيس رز. ده إيه الحلاوة دي يا أستاذ مدحت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. الله يخليك. 39 صابونة. يا نظافتك يا نظافتك، والله العظيم بتلمع. نجم نجم والله العظيم نجم. الله يخليك الله يخليك. ما تخلصنا بقى يا عم شعبان. شت كت كت. طب احنا واقفين بقالنا ساعة، احنا معانا حاجات قليلة، ممكن تحاسبنا؟ ساعة ايه ولا ساعتين ايه؟ معلش يا معلم، خلصهم هم الأول وأنا هستنى معاك. أنت تستنى، أنت تستنى هنا يا باشا، أنت ترتاح هنا. ويعني يا نهار أبيض، ده أنت دخلتك عليا دي لوحدها مش قادر أقول لك عاملة إزاي. ده مفيش حد في المنطقة دي كلها اشترى بالكميات دي. ده أنت خليت إيراد المحل بتاعي زي إيراد هايبر، لدرجة إن أنا هشيل سوبر ماركت دي وهسمي هايبر شعبان. يا سيدي ما تقولش كده، أنا مجرد سبب في رزقك، كله بفضل الله. اللهم صل على النبي، على الورع والتقوى. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ممكن مدحت ينفع اسأل حضرتك سؤال؟ هو حضرتك عندك كام ولد؟ ها؟ لا، هو أنا مش متجوز. مش متجوز؟ امال انت بتاكل كل الاكل ده لوحدك؟ انت مالك؟ انت مالك بياكلها لوحده ولا بياكلها؟ انت عايزه يغير البيعه وياخد الحاجه ويمشي؟ امشي ما
معلش يا معلم معلش. بالهداوه بالهداوه. بص يا ولاد، هو انا كده مشترك في كام جمعيه خيريه وبساعد يعني باللي اقدر عليه، وانا دايما بحب ابسط الناس اللي حواليا. اللهم صل على النبي. جمعيه خيريه؟ هو انا كنت قايل لك كام كيس مكرونه؟ 60 كيس يا معلم. بقوا 70 كيس مكرونه وكله لله. يلا معلش وماله. وبالمره كمان لو سمحت ضيف لي حساب الشوكولاته بتاعت الاولاد على الحساب عندي كمان. عين. لا لا ثانك يو، احنا معانا فلوس. شش فلوس ايه؟ خلاص عمو قال كده خلاص خالص. عيب يا اولاد، معقول حد كبير يديكوا حاجه وتقولوا له لا؟ وبعدين يعني انا مش غريب، احنا جيران. يلا سلموا لي على بابا وماما. يلا مع السلامه. سلام. ماشي يا معلم تمام. ماشي ماشي. سلام عليكم. سلام عليكم. خد ده تعالى هنا. ايه اللي سلام عليكم وماشي؟ ده انا عمال اقول لك نجم ورع عندك اقوى. لا مؤاخذه انا افتكرت. انت هتعد ايه؟ بقول لك خلاص كله لله كله لله كله لله. مبروكين. الحاجه في ظهر سعادتك على طول. شكرين يا معلم ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام عليكم. شكرا. مع الف سلامه. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام عليكم. انت اللي هتروح تجيب الرز. مانيش رايحه يا نغوري ومش هجيب الرز. والله العظيم انت اللي هتروح وتشتري الرز كمان. ويمين على يمينك يا نغوري، ماني متعتعه من هنا، وريني هتعمل ايه. يا جماعه صلوا على النبي. والله العظيم ثلاثه ان انا ما هتحرك من هنا هو. وانا رحت الاسبوع اللي فات انا اللي اشتريت الرز، يعني الاسبوع ده انت اللي هتروح تشتري الرز. ها يا راجل يا مفتري، اتقي الله، ده انا شقيانه وببرم طول اليوم. خلي عندك ريحة الدم. مش رايحة ومش هجيبه ومش هدفع حق الرز يا مغاوري. أباي عليكم انتوا التنين، ما أي حد فيكم يروح يجيب الرز ويخلصونا. مش رايحة يا مغاوري. لا ولو اتربقت الدنيا على الأرض كده وقت مش رايحة. والله العظيم أنت اللي هتروح. ويا جماعة خير. صوتكم جاي بآخر الدنيا، كل حاجة وليها حل إن شاء الله. خير في إيه؟ خير، هم كانوا بس بيتعاركوا، بس أنت أول ما طليت علينا كده الشمس طلعت والورد فتح والرز ملا الأرض و... إيه رز وإيه ورد وإيه الشمس؟ إيه اللي دخل ده كله في الموضوع؟ لا الدنيا كله مشاكل طبعًا، طول ما أبوز الإخس دوت موجود ومش عايز يروح يشتري الرز. إخس عليك أنت وعلى أخلاقك. طبعًا يا شهيدك يا أستاذ مدحت، أنت يرضيك إن المدحي دوت يفضل قاعد كده طول اليوم؟ واني اللي هروح اجيب الطلبات واجيب الرز وعلى حسابي؟ انت يرضيك؟ هو انتوا ايه اللي ناقصكم وعايزين تشتروه؟ احنا مش ناقصنا حاجه طول ما انت موجود. لا ناقصنا، ناقصنا الرز يا استاذ مدحت. خلاص؟ خلاص، ولا انت تروح ولا هي تروح. روحوا بس خدوا اللي انتوا عايزينه من عند شعبان على حسابي. وبعدين يا جماعه ما ينفعش كده تقعدوا تتخانقوا وسكوا يجيب اخر الدنيا كده. وبعدين يا عم مغاوري ده الزوجه الصالحه حسنه في الدنيا. الصالحه بقى؟ يلا، سلام عليكم. عليكم السلام. ايه يا ولا بلص العسل اللي بينجد شهد ده؟ ايه ده؟ شفتوا حلاوته؟ شفتوا طعمته يا ناس؟ لا شفت الرز بتاعه. يا اختي جمال وحلو، يا اختي شباب وحلو، يا ساتر. شايفين؟ شايفين الراجل الطيب؟ شايفين ولاد الاصول الطيبين؟ مش انتوا؟ نكد عليكم. اوعى! شفت الراجل المحترم؟ روح يا سيدي. السلام عليكم مدام انجي. وعليكم السلام، ازاي حضرتك يا استاذ مدحت؟ اهلا وسهلا. الحمد لله، بعتذر لو جيت بس في وقت مش مناسب ولا حاجه. ابدا ابدا ما تقولش كده، ده انت نورت العماره ومليتها كلها بركه من ساعه ما جيت. اشكرك الله يحفظك. معلش بس وانا هستاذن حضرتك لو ممكن اسيب الامانه دي عندك، علشان بس في حد هيجي ياخدها وانا الحقيقه مش هكون موجود، والحقيقه يعني انتوا اكتر جيران هنا انا بثق فيهم. يا خبر ابيض، والله احرجتني. طبعا انت تؤمر. وبعدين انا سعيده جدا ان احنا اهل ثقه لحد زي حضرتك. والله مش عارفه اقول لك ايه. طب ما تفضل تشرب حاجه، علي زمانه جاي. اشكرك. هيزعل قوي لو عرف ان انت جيت وما دخلتش. معلش فضل. مره تانية ان شاء الله عشان بس انا مستعجل. اشكرك جدا، سلام عليكم. وعليكم السلام. ولسه في ناس كده فله محترم شباب عاقل راسي ايده فرطه تقنو فيها شهر ابيض زي جورج كلوني. قمر يا ترى؟ سوليه بقول لك ايه،
شولي. ايه؟ بقول لك ايه؟ فاكر الراجل الارهابي اللي كانوا بيجيبوه في التلفزيون وكانوا بيقولوا ان هو بيجيب اكل كتير قوي ده وبعدين يديه لاصحابه؟ اه افتكرته. تفتكر بقى استاذ مدحت ده ارهابي زيه؟ مين استاذ مدحت؟ استاذ مدحت يا سول اللي انت بتاكل شوكليت اللي هو حاسب لك عليها. اه افتكرته. ماله بقى؟ شكلنا هنتعب مع بعض. تفتكر هو كمان ارهابي زيه؟ ارهابي ايه بس يا مي؟ الراجل مشترك في الجامعات الخيريه وبيقعد بيدي الاكل ده للناس وبتاع، ازاي يبقى ارهابي يعني؟ ما انا بصراحه مش مقتنعه بقى بالحاجات دي. بعدين اصلا هو بيجيب كل الفلوس دي منين؟ دي فلوس كتيره قوي يا سولي. وبعدين انت مش ملاحظ ان هو فجاه بيقعد اسبوع ما ينزلش من باب البيت وفجاه بيقعد اسبوع كل يوم بره ومش بنشوفه؟ ده معناه ايه بقى؟ تصدقي انا امبارح لقيت ناس غريبه قوي طالعه له. بعدين موضوع الشنطة ده كمان موضوع غريب قوي بصراحة. ده أكيد فعلا ورا سر. طب أنا عندي فكرة حلوة. تيجي نفتح الشنطة. تيجي؟ يلا. يلا. شوكولاتي. شفت قلت لك. هي طلعت بالباسورد. طب هنفتحها إزاي دي؟ مش عارف. تيجي نجرب أي أرقام؟ جرب. تيجي أربعة واحد؟ إشمعنى أربعة واحد؟ عادي تعال نجرب. مش واحد. غلط. طب تيجي اربع خمسات؟ جرب اربع خمسات. بس اشمعنى اربع خمسات برضو؟ عادي بقى ما اي حاجة يعني، ما كل حاجة هيتطب. اشمعنى؟ مش غلط. طب تيجي اربع ستات؟ اربع ستات يا مجرم مرة واحدة؟ لا اربع ستات. لا اربع ستات لا. جرب ستة اتنين. ستة اتنين. ايه ده؟ ده اشمعنى ده؟ عيد ميلاد يا سولي. كل سنة وانت طيب. نسيت انت طيب. ويحكم ما هذا الذي ارى؟ وبمقلتي هنا ارى كل الانوف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده؟ فين درس الامانه بتاع خمسه ابتدائي؟ ايه راح بح خلاص؟ احنا من امتى بنفتح حاجه الناس؟ ماما استني اسمعينا بس. فش فش يا اولاد صوتك. مزعلين امكم ليه؟ تعالى تعالى شوف يا استاذ علي ولادك والتربيه الفله. البهوات عيالك بيفتشوا في شنطه استاذ مدحت الراجل المحترم الكمل. اخص عليكوا اخص. اهي دي التربيه اللي انا ربيتها لكم؟ تبا لكم تبا. لا 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 يا انجي، دي ترجمه قبيحه. ايه ده فعلا؟ وطينه الغضه الافنان باسقه فان ذابت اخلاقهم ذابوا. مش فاهم انا بقول ايه، بس عيب عيب. الراجل مستحملنا على حاجته، تقوموا تعملوا كده؟ اخص اخص على دي تربيه اخص. في ايه يا جماعه؟ انتوا اوفر قوي على فكره. مبدئيا بقى الراجل ده ولا محترم ولا اي حاجه، واحنا عايزين نعرف الشنطه دي فيها ايه. اه بالظبط. وتصرفاته غريبه قوي على فكره. يا سلام، هي بقت الطيبه والتصرفات الكويسه اليومين دول حاجه غريبه. ايوه يا ماوي، بس الطيبه ما بتبقاش بالاوفر ده يعني. استاذ مدحت ده لا غبار عليه، وبعدين انتوا هتفهموا اكتر مني ومن امكم. الشنطة دي هخليها معايا ومحدش هيقرب لها لحد اما الراجل المحترم يجي ويسترد امانته. اخص عليكوا اخص. يا خسارة، وانا اللي قلب اقول يا زين ما ربيتي يا انجي. اتفضلوا على اوضكم. لقد وقعنا في الفخ. ايوه قد شرعنا في الفخ. قد وقعنا في لقد وقعنا في الوحل. لا لا، قد صفعنا في البحر. خلاص يا علي. يا ولاد بقى، انا شايفه ان الاستاذ مدحت ده راجل تري جونتي فريمون فورميدابل. طب انكل سمير. نعم يا حبيبتي. انت رايك ايه في موضوع الراجل الغريب ده؟ لا لا لا، عيب حد يقول على باباك كده. بابانا ايه يا انكل سمير؟ بابانا اسمه علي مش مدحت على فكره والله. الله، مش هو الراجل الغريب ده اللي متجوز اتنين وعنده سوبر وماركت؟ سوبر. انكل سمير كده حضرتك دخلت شعبان في شريف في حاجات غريبه قوي. هو ماله يا طنط؟ هو الحقيقه من ساعه ما راح الباليه بتاع بحيره البجع وهو حاصل له حاله بطبق بطبق. فظيعه فظيعه الروايه دي، مش ممكن. انا ازاي كنت تايه عنها حبيبي. تحب تروحها تاني؟ يا ريت. شوف لنا بس بحيره تانيه بقى. زي ايه يعني؟ بحيره المنزله، بحيره قارون. ركزوا معانا بقى. اه يا طنط، يعني انت مش هتساعدينا بقى؟ بصوا بقى، أنا من رأي مامتكم وباباكم لو هم شافوا أي حاجة غريبة كانوا هيقولوا. نفسي أنا وأنتي نعمل حاجة. إيه؟ بيوتي أند بيست.
وانت تطلع من فيهم البيست. يا واد يا بيست. يعني انت ما لقيتيش غير ده اللي يساعدنا؟ ده اللي بقى لنا، هنعمل ايه؟ يلا خبط، يمكن الامل فيه. اشك بس يلا خبط. عايزين ايه؟ احنا كنا عايزينك في موضوع خير. استاذ مات. حطوا صوتكم، ممكن حد يسمعنا. عايزين ايه؟ هو انت كمان زينا؟ زيكم انا اكتر منكم كمان. يعني انت كمان شاكك؟ شاكك شاكك شاكك. انا متأكد كل حاجة بيعملها بتثبت لي أكتر من اللي قبلها. الحمد لله، أنا قلت لك إن هو هيبقى زينا. طب إيه هنعمل؟ إيه هنتصرف إزاي؟ هنروح فين؟ هنقول لمين؟ إيه إيه؟ هنقول لكل الناس. بس مش دلوقتي. إمتى بقى؟ هنقول لكل الناس لما المواضيع تستوي. أيوة، المواضيع بقى هتستوي إمتى؟ المواضيع هتستوي أول ما التورتة تطلع من الفرن. أنا ما كنتش متخيل إنك بالذكاء ده يا أمك شريف. يا ولاد انا اسمي اصلا شريف كونان بجد. برضو المواضيع دي هتستوي امتى؟ لما التورته تطلع من الفرن. مش انتوا قصدكوا التورته بتاعت عيد ميلاد ميسون، السربرايز بارتي اللي استاذ مدحت عاملها لميسونتي؟ هو انا مش شاكك فيه. ميسونتي؟ مش شاكك يا ولاد، انا متاكد. ابقوا تعالوا بقى. ها طبعا. هستناكم. بجد التورته بجد. خلاص جاهز؟ فين نظرة الضحك؟ ايه نظرة الضحك دي؟ فين نظرة الحزن والاستعباط؟ استعطف استعطف. فين؟ بس يا سوري ما تتفش والنبي، ما اقتنعتش خالص. ماي ايه يا حبيبي مالك؟ انا خايف. لا والنبي ما تخوفنيش، انا اصلا مرعوبة. حاول كده تجمد وما تخافش عشان انا مرعوبة قوي. ماشي. بص احنا رجالة. ها انت راجل؟ يعني هي بتتقال كده، هي بتتقال كده. احنا رجاله وهنقتحم البيت وهنعرف على حقيقته. ماشي ماشي. يلا يلا يلا. بس خبط بالراحه، بالراحه هيقتلنا. يا حلوان. اهلا 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 مايو سولي، ازيكم يا اولاد؟ الحمد لله ان حضرتك فتحت لنا، انا مش مصدقه نفسي. ايه يا اولاد خير؟ في ايه؟ بابي ومامي مش موجودين في البيت، واحنا مش معانا مفتاح وخايفين قوي. فاحنا قلنا بقى ان حضرتك اكيد اكتر واحد هتاخد بالك مننا. يعني هو الحقيقه يا اولاد مش هينفع طبعا ان انا اعمل حاجه زي دي، لان انا راجل وحيد وعازب، وبعدين مش هقدر ان انا اتحمل مسؤوليه ولاد زيكم. بصوا انا اقول لكم على حاجه حلوه قوي. انتوا روحوا بقى للدكتور سمير او الاستاذ شريف مثلا ومراتاته، هما اكيد هيبقوا احسن مني في الحاجات دي. ايوه بس احنا خبطنا عليهم كلهم ولا حد بيرد علينا ولا حد بيفتح. في ايه يا انكل؟ ده حضرتك طيب وبتساعد الناس، مش عايز تساعدنا؟ احنا غلبانين والله، هنقعد ما نعملش اي حاجه. بس يا سوري قطعت قلبي، اقنعتني يا ابني والله اقنعتني. طيب طب يعني لحظه بس، استنوني ثانيه واحده. ها ثانيه واحده. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ ترد له؟ هيعمل ايه في الثانيه دي؟ هيعمل ايه؟ مش عارف. خبط تاني. خبط معاه في جوه. انا ممكن اشوف من هنا؟ مجنون يا انت ولا ايه؟ خش. ميرسي شكرا. اتفضل اهلا. عطيت هنا هنا. منورين منورين يا اولاد. بنور حضرتك يا انكل. بقول لك ايه، احنا شايفين من ظلمنا الراجل ده. يا ابني صلمنا ايه؟ انت بس حاول تلهيه في اي حاجه كده، وانا اخش اشوف الاوضه اللي هناك دي. علي اتصرف. ليش؟ اونكل انا جالي التحام في الزور. التحام في الزور؟ والالتحام ده نعالجه ازاي يعني؟ ما اعرفش. طب انا ينفع اشرب ميه؟ ميه؟ ميه بس؟ اه اكيد ميه بس. ميه بس.
طب وانتي مش عايزه تشربي حاجه كمان بالمره يعني؟ لا لا انا تمام انا تمام. هو عطشان قوي. شكله باين عليه. باين عليه الالتحام تعمه. ايوه جفاف، الالتحام بيجيب جفاف. ماشي. ممكن؟ ممكن. مش عايز عصير؟ والله ما عايز، والله مية. مش هتكسف. لا لا تكسفش، انت في بيتك تكسف ازاي؟ ربنا يخليك. قولش كده. شكرا. ميه بس تبقى معدنيه. ماشي. خد هنا اترفد. اتفضل يا سيدي. شكرا. ما دي ساعة؟ يا ممكن اقول لك عندي التحام في الزور يا ممكن. يا دي الالتحام نعمله ايه يعني الالتحام ده؟ مش عايز ولا ميه ساقعه ولا سخنه قوي يعني، عايز في النص. عايزها دافيه. هات هات. ايه مش نطلع نشربها بره بقى ولا ايه؟ لا فين الانكل؟ حضرتك زهقت مني؟ فين الانكل مسحت الطيب الكيوت؟ لا لا ازاي اسمع منك ازاي يا سولي؟ ده انت حبيبي حبيبي. شكرا. يلا يا ابني اشرب ما يصحش تسيب اختك قاعده بره كده لوحدها. الله الله انت لسه هتستطعم؟ ممكن ثانيه. لا لا ما دي مش عاجباني، دي سخنه. زود لي عليها شويه ميه. لا كفايه عليك كده ميه. لا بعد اذنك. يلا يا حبيبي نطلع نشوف اختك. يلا يا بابا بلاش رزاله. يلا يا حبيبي. اقول لك على حاجه، استنى بس انا بس. انت طالع بره ليه؟ طالع بره ولا ايه؟ طالع بره ها؟ انت مجنون يا بابا، انت مجنون يا حبيبي. طالع بره، امال رايح فين؟ مش عارف. طب استنى بس. طب اطلع بس. خلينا اطلع عادين. اطلع خلينا قاعدين شويه بس يا عم. قاعدين شويه. اطلع يا حبيبي. اطلع يا بابا. اطلع يا مختل. اطلع اطلع يا حبيبي. بس يا حبيبي انت يا ابني مجنون يا ابني. اخوك ده مجنون؟ معلش معلش تعبان. طب يلا يا سولي، هو بابي مامي جم خلاص الحمد لله اخيرا. ميرسي قوي لحضرتك. العفو يا حبايبي، نورتوا يا اولاد. نورتوا نورتوا. ميرسي ميرسي. شكرا. يلا باي باي. باي باي. اوف الظاهر في دبانه على الجوره هنا. دبانه ايه يا ابني؟ ده احنا قاعدين لا بنهش ولا بنش. ايه الفضا اللي احنا فيه ده؟ ايه في ايه؟ مفيش قضيه؟ خلاص مفيش مجرمين؟ عايشين فين؟ في سيتي وفي انجل؟ ده انا لو فتح اعاده تخسيس في الصومال ما كانتش هتبقى فاضيه كده يا باشا. عشان انت جامد بس، عشان انت نمبر وان في الداخليه. ايوه انت اللي منيم العصابات والحاجات دي من المغرب. انفخني هاد قوي اكتر ما انا منفوخ. لو الطول تنيمهم قبل المغرب هتنيمهم. انفخني هاد قوي اكتر ما انا منفوخ يا باشا. انت يا حلو يا جميل. لا 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 اضبط ولا ايه. انا اسف يا باشا، انا بس عندي حاجه كده ممكن اقولها اتخلصنا من اللي احنا فيه ده. قول. فكره يا باشا بمليون 317 جنيه ونص. قول يا عم مدير الماليه انت. بص يا باشا، العيال في الحجز. ها؟ فين؟ في الحجز. في الحج يا باشا. الحج خلص. الحج المساجين يا باشا. المساجين الحجز. الباب عليه قفل. نفك الباب.
ونقف انا وانت في اخر الكوليدور كاصحاب نتناقش يعني فش حاجه تطلع تلاقينا منشغلين مع بعض تبص علينا تلاقينا منشغلين تبص تاني وتجري ونبص احنا عليهم بسرعه العيال تهرب نجري وراهم الجلبيه في سناننا او نجري وكمان وبوليس وعربيه هنلعب احنا بقى ونقعد نحط الجلبيه في بوجدنا ونجري في الكل في ايه يا حسين ممكن حسين لحقنا بسرعه والنبي في ايه يا ولاد في ايه حد سبككم خد لكم اللانش بوكس بتاعكم ايه حد يقدر يلمس بوكس الشرطه وانا موجود هنا ايه اقعد ملوخيه واقف طب وقف بقى اقف عشان ما خرطكش ها تتراش علينا يا عم حسين احنا مسكنا ارهابي عندنا في العماره ارهابي قول والمصحف في المصحف انا بقالي فتره قاعد شاكك في ابوك علي انه ارهابي عسكري عم عظيم ايوه باشا يجهز لي كل القوات اللي عندي وتستدعي السبع سبعات والتلات تمانيات وكل القوات والقناصه وتجهز لي الطياره الهليكوبتر بتاعتي الخاصه لازم نروح نجيب علي ده من قفاف السرير وهو ببوكساره كده تمام يا باشا فين كل ده علي بابايا ده بيخاف من الصرصار اصلا صح احنا بنتكلم على مدحت الساكن الجديد اللي عندنا في العماره لا لا يا سولي لا 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 ما كنتش اتوقع انك تقول على الاستاذ مدحت رمز الادب والاحترام انك تقول عليه كده عارف لو كنت قلت لي ان كاميليا مراتي هي الارهابيه كنت صدقتك ورميتها في التخشيبه انما الاستاذ مدحت لا لا يا مي لا انا كنت متاكده ان انت مش هتصدقنا بس بص احنا صورناه وصورنا كل الاسلحه اللي عنده في البيت استنى اوريك بص ايه كل الذخيره والاسلحه دي الداخليه كلها ما فيهاش كم الاسلحه والذخيره دي خد يا بنتي خد يا نهار اسود ومنيل بس يا اولاد اللي انتوا عملتوه ده خطر عليكم قوي كان المفروض انا اللي اروح واصور كل الاسلحه دي وراقبه كده يعني دي شغلتي اشتغل انا ايه دلوقتي اروح اعمل بدالكم الهوم ورك بتاعكم ده شغل الكبار يا سولي طب ما احنا قلنا لكل الناس الكبار ولا حد اهتم بينا ولا حد صدقنا انا ههتم بيك يا سولي ههتم بيك عب عظيم ايوه جهز لي القوات حالا تمام يا باشا وجهز لي الماسك بتاعي حاضر يلا لسنا عمره معانا الحرب أيها الأمير يبدو أنهم كشفوا أمري كيف ذلك يا أبا مصعب ألم تكن حذرا؟ لقد كنت في غاية الحذر واشتريت محبة الجميع ولكن طفلين كشف أمري طفلين؟ نعم بالفعل طفلين احمل ما تستطيع من الأمانة واهرب إلى أقرب مقر آمن سافر عنك اشيل الشنطه لا مش عنك ولا حاجه ايه ده تقيله قوي انت حاطط فيها طوب ده ولا ايه وانت مالك انت يا ست سيبيني امشي خلاص انت خدي معاك اخدك معايا ايه ربنا موجود هو اللي ياخدك محدش يتحرك كل اثبت مكانه القناصه مرشعه في كل الاسطح قناصه ايه احنا معناش قناصه اصلا ما تنفسنيش بره المخبرين مرشعين في كل حته يا باشا انا جاي وانت لوحدك والله هسيبك وامشي امال احنا جايين نعمل ايه طب ما نسلم نفسينا احنا بقى عموما اقبض عليه ايه ده في ايه في ايه هتقولي على الاسم ليه استاذ مدحت ده انضف واحد في العماره اقبضوا على الاستاذ علي احسن وكمان مفهمكم ان اسمه مدحت ابو مصعب من اخطر الارهابيين الموجودين في البلد ولولا شجاعة مي وسولي وذكائي طبعا او ذكائي وشجاعة مي وسولي او ذكاء انا بس ما كناش قدرنا نقبض عليكم لو بعد 20 سنة تتحطنا ارهابي لن تنجوا بفعلاتكم سننتقم منكم ستنتقم ده انا لولا البوليس ده انا كنت كلتك بسناني بس خلاص ما تعيطيش يا هبه حبيبتي
ما تعيطيش يا هبه حبيبه قلبي. بس اقفلي بقك. ورايا على البوكس، ورايا على البوكس. يلا ركبوه. مدحت هات لي يا ابني الشنط دي. وحرصني كل اللانش اللي في السوبر ماركت ده. وهتقولي على الاسم طلع ارهابي. ارهابي بقول لك ارهابي. ارهابي متعيطش على ايه؟ متعيطش على ايه؟ بقول لك ارهابي. انا فخوره بيكوا قوي. اعدل نفسك. ها يلا يا سوري تي شيرت اعدل. ايه ده؟ ابطال مصر اطفال الدنيا حوالين الدنيا دايره مش اطفال الدنيا والقت القت لا 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 حوالين الدنيا. والنبي والنبي ده ايه ده؟ انتوا اللي هتنقذونا من سذاجه الستات اللي هي انش دي. اسرق مين الانش؟ بتتكلم عليا؟ ام الابطال، ام العظماء، ام المصريين، وده واحد جيزه. ده والنبي بس يا معلش يا ستي ده خط شبر بس كده. والنبي معلش يعني ايه يا اعظم اب في الابائيب في الدنيا والنبي صورنا. الله يديك الصحه. غور يلا غور حبيب قلبي. انت مش حلو من جوه. غور يلا والله ما حلو. طب بس معلش بقى اخلص يا عليش. بصوا بقى بص احنا هنتصور بقى ايه صوره كيكي صوره كيكي كيكي ايه اسمها سيلفي يا حبيبي. يا عم مش مشكله ربك هيرزق بالصلاة على النبي. سؤال بس انت متاكد ان الشيء ده هيصورنا؟ ايه ده؟ هو ده مش موبايل؟ ده يقولوا لي ان هو موبايل. اقسم بالله ضحكوا عليا. يلا بس يلا 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 رزوة. ايه ده؟ يا عم هحميه ما تقلقش صلي على النبي. يلا يا عليش اخلص يا عليش احنا على الهوا. يا ست الناس في يا ست الناس بتصور مع العيال الحلوه دي. حبايب قلبي سلام عليكم. بقالي كام سنه معاك ما فكرتش مره تقول ياخد صوره معاك يا استاذه انجي. بقى هو كل ما يقول وانت تقش. مساء الخير مشاهدينا واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ساعه ل 45 دقيقه مع انجي احمد. حلقه ساخنه جدا زي ما وعدناكم. هتقولوا لي يا انجي حلقاتك كلها سخنه، بس هقول لكم النهارده بقى سخنه مولعه موحوحه بتلسع. حقيقه النهارده هنحكي فيها قصه اسره مصريه. اسره بسيطه عظيمه وفي نفس الوقت أسرة كيوت قوي قوي. الأسرة دي في الحقيقة هي أسرتي. علي جوزي، علوتي، فلتي، كرشتي، فشتي، علتي. منورني حبيبي. ومعايا ولادي، بنتي فلة الفلل وقلة القلل، مي الشهيرة بماي برايد اند جوي. ومعايا حبيب قلب امه من جوه سيلين الشهير بسولي. حبايبي منوريني في الاستوديو وقارفيني في البيت. يا رب دمها نعمه. اسرتي الكيوت في الحقيقه نجحت في القبض على الارهابي الخطير ابو مصعب الشهير بمدحت. في الحقيقه البدايه كانت اول ما شفنا الراجل المدعي ده اللي بيدعي انه محترم ومتدين وبشوش وكان عنده دقن لذيذه قوي فيها شعر ابيض كده زي جورج كلوني. زي ما بيقولوا سماهم على وجوههم. اصل انا عندي سنسور. ايوه بس السنسور ده يعرف الحلو من الوحش. ايوه يا علي اثر. اول ما شفت الراجل ده كده السنسور قعد يزمر ففهمت على طول ان الراجل ده مش مظبوط ومش تمام. متشكرين يا استاذ علي على الاضافه اللي ملهاش اي لازمه دي الحقيقه. الاولاد الحقيقه اولادي حبايبي نوهولي مجرد تنويه بسيط جدا انهم مش مرتاحين للراجل خالص. لكن انا كنت عارفه كل حاجه من اول ما جه العماره، من اول يوم، من اول لحظه. زي ما تكون كده البركه اتقطعت من البيت، استغفر الله العظيم. خصوصا لما جاب لنا في يوم شنطه قال ايه نشيلها عندنا، ها؟ أمانة لغاية ما حد يجي ياخدها. فاكرنا هبل وأمانة يا دنيا أمانة ودينا للفرحة أمانة. هنا بقى الشك زاد أكتر. وقررت أنا لوحدي اللي أخدت القرار ده إني لازم أقتحم وقر هذا الإرهابي. ايه انت هتنسيبي الفضل كله لنفسك ولا ايه؟ لا مش انا كنت معاكي. لا قولي. طبعا
أكيد كنت أنا وعلي مع بعض وقلنا له بعد إذنك من فضلك عايزين كوباية مية، بس عشان الحق يتقال هو أنا اللي قلت عايزين كوباية مية. لا ما تبصليش كده، أنت كنت واقف جنبي بس أنا اللي قلت عايزين مية. إيه المهم قلت له من فضلك عايزين كوباية مية. شوفوا الخطة البسيطة واللي في نفس ذات الوقت في قمة الذكاء. يا سلام يا سلام على دماغك يا أنوش. ها دخل يجيب المية، اللي هو الإرهابي دخل جوه يجيب المية. رحت أنا بقى عملت إيه؟ وعلي كان واقف، يعني هو علي كان واقف جنبي، بس أنا دخلت بقى فتشت الشقة، فتشت كل حتة لحد ما لقيت الأسلحة والمسدسات والدولارات كل حاجة. ها قمت بشجاعتي اللا متناهية بكتفاء، وعلي كان واقف، كان واقف جنبي وكل حضر كل حاجة، بس أنا اللي كتفته ها وجريته على الاسم وسلمته للشرطة. ايه الشجاعة والبطولة دي يا انجي؟ معقولة في ناس كده؟ شوف يا علي، شوف هو في الحقيقة مصر ولادة، وطول ما مصر بتولد ناس في شجاعتي وذكائي وخبرتي عمرنا ما هنخاف عليها. وفي آخر الحلقة عايزة أقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا النهاردة، خدوا بالكم خدوا بالكم لو حصل قدامكم أي تصرف غريب، جار جديد سلوكه مش طبيعي، شكله أمور مثلا عادي ممكن تحصل، حاجة ملفتة شفتوها مثلا في الشارع، ما ينفعش نسكت أبدا ونطنش. لا 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 لا، ده مش وقت السكوت. وربنا يسترها علينا وعليكم. أشوفكم في حلقة جديدة وتصبحوا على خير. نورتوني حبايبي، فخورة بيكم جدا. إيه رأيكم يا أولاد؟ ها ايه بصولي كده ليه؟ ايه يا مامي ده؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ مامي حرام عليكي، انا طلع لي كرش كنت شرب الميه سخنه وساقعه، دي الميه كانت طعمها تقرف اصلا. وانا يا مامي ده انا قعدت الف في الشقه واجري زي الهبل عشان الاقي اي دليل يثبت لي ان الراجل ده مش كويس. حبيبتي في ايه؟ الجري ده رياضه، ده حاجه كويسه جدا. وبعدين انتوا امتداد ليا وانا فخري ليكوا، يعني احنا الاثنين واحد. لا بقى يا مامي، المره دي بالذات احنا الاثنين مش واحد. بقول لكم ايه، الناس بتتمنى تطلع دقيقه على الهوا، انتوا بقالكم الساعه الا 45 دقيقه مع انجي احمد، اهم برنامج ما بيتشافش في مصر. كويس انك عارفه انه ما بيتشافش. ايه في ايه يا علي، انت بتبص لي كده ليه؟ لا لا معلش، بقول لك ايه، ها لو مش عايزه اتكلم. لا ده انت اكتر واحد واخد حقك، يعني انت طول الوقت واقف جنبي وانا بعمل الاكشن. ايوه صح، وطلعت في أهم برنامج ما بيتشافش في مصر. ميرسي. كل الناس اللي في الساحه تختفي، الناس اللي عند السوبر ماركت تخش السوبر ماركت جوه او يختفوا خالص. يا نظافه يا نظافه، والله العظيم بتلمع، نجم نجم، والله العظيم نجم. ايه بقى؟